ولمزيد من المتابعه حول تطور الجامعات المصريه تنضم الينا هاتفيا الاستاذه نيفين شحاته مسؤول ملف التعليم بجريده الاهرام. بعد التحيه استاذه نيفين، بعد التطور الكبير التي تشهده الجامعات المصريه في الاونه الاخيره وجامعات ايضا الاهليه، كيف ترين هذا التطور؟ الحقيقه ملف التعليم الجامعي والجامعي والعالي خلال السنوات الماضيه شهد تطويرا غير مسبوقا في كافه المجالات. لو بدأنا من خلال إنشاء جامعات جديدة هنلاقي إن كل جامعة حكومية انبثقت منها جامعة أهلية بتخدم تخصصات بيتطلبها سوق العمل. أيضا هناك الجامعات التكنولوجية التي أضيفت إلى ملف الجامعات، وهي اللي بتعتمد بصورة كبيرة على التخصصات التنفيذية والميدانية اللي بيحتاجها الطالب بعد التخرج، واعتمادها بصورة كبيرة على التكنولوجيا. هي طبعا حوالي 80% من الطلاب اللي بيلتحقوا بيها بيبقوا للتعليم الفني، وحوالي 20% للتعليم العام، لكنها جامعات مهمة جدا بتخدم مشروعات التنمية والمشروعات القومية الكبرى اللي بتقام على أرض البلاد، بتخدم الاستثمار. وفيما بعد لما يعني بتكتمل منظومة المستثمرين هنلاقي ان هم بيحتاجوا الأيدي العاملة المدربة التنفيذيين، طبعا المدربين المهنيين. هيلاقوا ان كل الكلام ده في خريجي الجامعات التكنولوجية، اضفي الى ذلك البرامج الخاصة اللي بتضاف في كافة الجامعات الحكومية وايضا بتخدم تخصصات تخاطب سوق العمل، اضافة الى الجامعات الموجودة في العاصمة الادارية اللي عاملة توأمة مع الجامعات الأجنبية الكبرى. بدل ما بنسفر أبنائنا إلى الخارج بيتعلموا على أرض الوطن، بنجذب كثير من الطلاب الوافدين وبنسبة كبيرة جدا، وهذه الجامعات يعني بتعطي شهادات يعني ليها صبغة عالمية وصبغة دولية. أيضا هناك برامج الخاصة في الجامعات الحكومية عاملة بعضها عامل توأمة مع الجامعات الأجنبية، والجامعات الأهلية أيضا عاملة هذه التوأمة. كل دوت بيأكد ان القيادة السياسية بتهتم بملف التعليم وبتديله اولوياته الاولى، وخاصة ان سيادة الرئيس بيهتم بان يكون في خريج ينافس على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فقط. يعني يمكن احنا دولة بتتمتع بقوة بشرية هائلة، هذه القوة يجب استثمارها، واعتقد ان هو ده الاستثمار الامثل في ابنائنا، ان هم يتعلموا تعليم جيد، تعليم تكنولوجي، تعليم قائم على مقتضيات العصر ومتطلبات وادوات العصر، وينافس على المستوى العالمي. وممكن هؤلاء يعني الطلاب بيسافروا بعد التخرج الى الخارج، بيكتسبوا خبره من الخارج ويرجعوا تاني لبلادهم مره اخرى يفيدوا ابناء بلدهم ويفيدوا التنميه في بلدهم. واعتقد ان يعني هذه الامور كلها امور ان كانت في الوقت الحالي بنشوفها مستقبليه، لكن هي اللي هتحقق بالفعل التنميه بالصوره اللي احنا بنتمناها لمصرنا الحبيبه. طبعا هذا الملف الخاص بتطوير الجامعات ليس فقط في انشاء جامعات جديده واضافه تخصصات يعني بتعمل على مقتضيات سوق العمل، ولكن ايضا هذه التخصصات فيها جزء كبير من البحث العلمي، لان اهميه ربط البحث العلمي بالصناعه هو ده الهدف الاسمى اللي بنسعى اليه، في توفير ميزانيات كبيره جدا للتعليم لم نسمع عنها من قبل، بتطور الامكانيات في الجامعات، بتطور من تنميه مهارات اعضاء هيئات التدريس، بتطور من المناهج القائمه على التكنولوجيا، خاصه اللي احنا يعني اذا كنا بنتكلم على الحكومه الرقميه فاولى ان ابنائنا يتخرجوا من الجامعات وهم متوافقين مع هذا التطور اللي بيحدث في جميع المجالات في مصر. فطبعا التطوير الكبير ده كمان انعكس على استراتيجيه وطنيه لوزاره التعليم العالي في انشاء جامعات وتخصصات تناسب البيئه المحيطه، بمعنى ان كل محافظه هيبقى فيها التخصصات والكليات والبرامج التي تناسب يعني موارد والتنميه في هذه المحافظه، ودي بتربط الطالب بمحافظته اكثر وبتعمل على يعني تنميه يعني كافه الجهود اللي بتبذل في المحافظات واستغلال امكانيات واستغلال موارد هذه المحافظات. وطبعا ده فكر يعني بيوضع بالتعاون مع الشريك الصناعي وبالتعاون مع القطاع الخاص، لان مهم جدا ان احنا ابنائنا الخريجين يعني بعد التخرج يلاقوا فرص عمل في شركات وفي مؤسسات بلدهم، وايضا لتنميه المشروعات القوميه الكبرى اللي بتنجز على كافه
أرض مصر في كافة المحافظات. فهنلاقي إن هذا الملف ملف كبير وشائك ومهم جدا، لأن إحنا إذا كنا بنعاني فيما مضى في إن الخريج ما بيبقاش على المستوى المطلوب. بالحديث عن ما مضى، ما هو الجديد والتطور الذي لمستيه في الآونة الأخيرة وفي الثمان سنوات الماضية اختلف عن السنوات السابقة في التعليم وفي ملف التعليم العالي تحديدا؟ في ملف التعليم العالي هنلاقي ان حتى في مستوى الجامعات، يعني اعضاء هيئات التدريس قالوا ان الطلاب بقوا مختلفين حتى في طريقه التفكير، في طريقه التعامل مع المواد الدراسيه المختلفه، في طريقه التعامل مع المناهج. بقى في ندوات خاصه بالتوعيه، بقى في ندوات ايضا خاصه ويعني دراسات ودورات تدريبيه لتنميه مهارات الخريجين، يمكن ما كناش بنشوف ده في السابق. كان يعني الطالب بيبقى هو والمواد الدراسيه بتاعته فقط، دلوقتي لا، في برامج تدريبيه، في مراكز تدريب داخل الجامعات المصريه وداخل الكليات المختلفه، في كمان تدريبات عمليه بصوره كبيره جدا، في مناقشات بتوعي الطالب وبتخليه يبقى مدرك سوق العمل متطلباته ايه، الوظائف اللي بيبقى فيه اقبال عليها، توعية الطالب أيضا بكل المجريات اللي بتحدث على يعني على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. ده مهم جدا، لأن الناحية النواحي الثقافية وتنمية النواحي الثقافية والأنشطة سواء رياضية أو فنية أو علمية، كل ده بيصب في مصلحة الطالب وبيخليه يبقى طالب مختلف، بيتعامل مع المشكلات بطريقة مختلفة، بيبقى عنده قدرة على صنع القرار ومشاركة صانع القرار في اتخاذ القرار. هذه الامور مهمه جدا، وطبعا اعتقد ان اولياء الامور كمان يعني شاعرين بيها، والطلاب لقوا ان فعلا الجامعات المصريه بقى فيها من البرامج وبقى فيها من المناهج المختلفه، بقى فيها بالتعامل مع التكنولوجيا بصوره مختلفه. اعضاء هيئات التدريس، يمكن احنا بنتكلم عن التصنيفات العالميه، فهنلاقي ان جامعاتنا المصريه يعني تقدمت جدا في هذه التصنيفات، بل بقت عندها مبادرات للمشاركه في هذه التصنيفات. نعم. في الابحاث العلميه لاعضاء هيئات التدريس، وتم النشر في المجلات والدوريات الدوليه تنميه اعضاء هيئات التدريس ورفع الكفاءات بتاعتهم، وطبعا تحسين اوضاعهم المعيشيه والماديه. كل هذه الامور يعني كلها مترابطه مع بعض، وكلها بتمشي بالتوازي وبتصب في مصلحه الطالب وفي مصلحه العمليه التعليميه، وخلت ايضا التعليم المصري له سمعه يعني كبيره وسمعه مرضيه جدا على المستويات العالميه، ويمكن هو ده اللي بيجذب عدد كبير من الوافدين لجامعاتنا رغم التطور اللي بيحدث في النواحي التعليمية والتخصصات على مستوى العالم. هنلاقي اللي احنا عندنا جامعات جاذبة جدا للطالب الوافد، عندنا جامعات جاذبة جدا للطالب اللي بيعايز يعني تعليم مختلف، يعني عنده دلوقتي تنوع، عنده برامج مختلفة، عنده جامعات مختلفة، يقدر يلتحق بما هو يناسبه ويناسب ميوله وقدراته وإمكانياته، ويقدر كمان ان هو يحسن من نفسه. لان خلي بال حضرتك ان بالقياس مع تطوير الجامعات هناك تطوير للماجستير والدراسات العليا والتبادل مع الجامعات العالمية فيما يخص أعضاء. دكتور نيفين، بالحديث عن التطوير في الجامعات المصرية، هناك أيضا أو يجب أيضا تطوير في الطالب وفي تفكيره أيضا، وحضرتك مسؤول ملف التعليم، هل هناك استقبال واستيعاب من الطالب المصري لهذه النظم التعليمية المعاصرة والحديثة؟ بكل تأكيد، واللي بيأكد يعني كلامي وكلام حضرتك إن أبنائنا دلوقتي بقوا يتهافتوا عليهم الشركات والمؤسسات العالمية. دلوقتي بقينا نسمع أبناء مصريين أسمائهم لامعة في كثير من المجالات وفي كثير من المؤسسات العالمية وفي كثير من الشركات العالمية وكثير من الجامعات العالمية، فبنفخر بذلك وبنحس إن فعلاً ما يبذل من جهود التفكير المسبق للقيادة السياسية بالتغيرات اللي بتحدث على مستوى العالم، وإن هو يزرع ده في أبنائنا بحيث إن يبقى عندنا خريج ينافس هذا المستوى العالمي وهذه التغيرات العالمية. بالفعل بيتحقق من خلال أما بنشوف ولادنا في هذه الشركات والمؤسسات، وبنفخر إن دول مصريين، والمسابقات العالمية كمان حتى للطلاب بيشاركوا فيها. يعني في جامعات كثيرة أبناء
ابنائنا الطلاب، وكمان على مستوى المدارس عايز اقول لحضرتك بيشاركوا في مسابقات عالميه وبيحققوا يعني مراكز متقدمه جدا، واغلبهم بيطلع في المركز الاول او من العشر الاوائل على مستوى العالم. فده طبعا شيء بيخلينا نطمئن اللي احنا ماشيين على الطريق الصحيح، بنطمئن على ان ما يبذل من جهود وما ينفق على ملف التعليم بيؤتي بثماره بالفعل. وهنلاقي دوت كمان في يعني في المستقبل القريب يعني واضح في صوره اكبر كثيره جدا، لان الواحد فعلا بيشعر بالفخر لما يشوف ابناء مصر بيمثلوا مصر على هذه المستويات العالميه وفي المسابقات العالميه وفي الجامعات العالميه، بتشعري ان فعلا كل الجهود اللي بتبذل دي في صالح ابنائنا الطلاب. بالتاكيد اشكرك شكرا جزيلا استاذه نيفين شحاته مسؤول ملف التعليم بجريده الاهرام.